Claire Mellor. To be ruined, complete the period of the autocratic rule of the King Charles the First from the Stuart's house. Okay, King Charles the First. In fact, the autocratic rule of King Charles I related to two important men, especially after the death or the murder of Buckingham, as we had last lecture. After Buckingham looked and went worse, two of the most important men or statesmen in England, then helped King Charles I in his autocratic rule and led to his destruction, in fact. Their policies led to the destruction of England and to the acceleration, tasriya, of the Civil War, the English Civil War. Okay, number one, Archbishop. لود. ده أول واحد رئيس الأساقفة كان اسمه لود. He was born on 7 October. الكلام ده إمتى؟ 1573 سنة 73500 and he died 10 January 1645. Archbishop Lord was a religious man. He was appointed by Charles I as an Archbishop. الكلام ده سنة كام؟ 1633. في 33 أصبح Archbishop and a statesman. في نفس الوقت استعان به في الحكم. And in fact, he has only one achievement in Gales, that he constituted or he is considered the founder of High Church Party. High Church, وتكتب capital letters بنات. High Church Party. آه صحيح، دي سياسة دينية هو نجح فيها. And he was a don اللي هو رئيس جامعة. Don of Oxford. Don of Oxford, رئيس جامعة أوكسفورد. اوكي؟ كان بيتولاها قيادة دينية أوكسفورد، مش قيادة أكاديمية يعني. اوكي، هو ليه إنجازات دي. But على الصعيد السياسي بقى، in policy or in politics, he had a destructive policy. كان ليه سياسة مدمرة الحقيقة بالنسبة لتشارلز فورس. ايه ايه؟ نتعرف عليه. Number one, he treated England as a university, like he treated Oxford. It is easy to trim, to order, or to have an order in a university. انت عندك الناس كلها متقاربة تقريبا في الجامعة، الطلبة والبروفيسورز سهلة جدا. But to treat England, to treat a whole nation with different jobs, different people, different natures, variety of people, تعمليها as a university صعبة جدا جدا. فهو نفس النظام الشديد الستريكت القاسي اللي كان ماشي عليه في الـ University of Oxford كان عايز يمشي عليه في انجلاند، وده كان خطأ كبير جدا لأنه ما فهمش طبيعة ان هو بقى statesman ولازم يبقى فيه شيء من المرونة يعني. Number two كمان he prevented non-conformist religious
or breaches, prayers outside the churches. ده معناها ان انت بتمنع الناس كلها انها تقيم اي شعائر واي حاجه خارج الكنيسه. خلى الحكايه بقت ابسكوبال اللي هي اسقفيه بس. To keep the rights only اللي هي الحاجات الطقوس الدينيه بس، زي مثلا الماتريموني في الجواز في المارج، زي مثلا البابتزم التعميد في الميلاد بيرث، زي مراسم الفانيرال في الوفاه، دي كلها دي اللي تحصل بس. لكن بريتشز ان هم يعزوا او يقولوا خطب او يقيموا شعائر دينيه، لا لا خارج ولا داخل الكنيسه تقام اي حاجه بدون الابسكوبال اوردر او بامر اسقفي وسيطره كنترول كومبليت كنترول عليهم. ابتدت الناس تتخانق وتزهق. الحاجه اللي بعد كده او نمبر 3 هي بيرسكيوتد اضطهد greatly بدرجه كبيره ان بيوريتانز. بيوريتانز طبعا انت عارفه ان هم اكستريمستس متطرفين، هم اصلا بروتستانت بس متطرفين تطرف شديد، وكانوا عايزين يعملوا يعني هم اسمهم بيوريتانز تطهير كامل للتشيرش للكنيسه من اي بقايا للرومان كاثوليسيزم. فكانوا اكستريمست وكانوا شداد جدا بسبب البرسكيوشن بقى الاضطهاد اللي هو عمله ليهم زي باور تو امريكا ان ثاوزندز بالالافات، كلهم جريوا وهربوا فليت تو امريكا بالالوفات، اوكي؟ وبالتالي بقاؤه على نظام زي ده كان هيرجع تاني اجين انجلاند تو كاثوليسيزم، لانه خلى كل البروتستانت اللي موجودين مخنوقين، البيوريتانز نفسهم كمان مشوا. النمرة اللي بعد كده كمان من سياساته او من البوليتيكال بوليسيز الخاطئه اللي هو اتبعها كمان، he made censorship on the press، عمل بقى على زي ما بنسميها الرقابه على اي حاجه تنتج and to be published او تنشر against his will عكس ارادته. خلى الكنترول الكامل على his enemies واي حد ما يقدرش to give an opinion against his opinion، ما حدش يقدر ينشر اي حاجه عكس رايه ولا عكس السياسه بتاعته ولا حد يقدر to be against him or to disobey his orders. دي كانت من النمر برضه اللي خنقت الناس منه بشكل كبير. كمان تقدر تقول هي روز feelings against himself and against the king Charles the First، يعني الناس كرهته وكرهت Charles the First بالتبعيه كمان بسبب وجوده في الحكم. ليه؟ Because he made a replacement حل كل الناس اللي كانوا نوبل من ان ذا جوبز كلها في الوظائف او الجريت بوزيشنز، وبدلهم استخدم البيشوبز كلهم الايه الربان والاساقفه في محل الستيتسمن والنوبل مين اللي كانوا ماسكين اصلا الجريت بوزيشنز في الدوله. فمعنى ان هو شال كل دول وحط رجال دين ريليجيوس مين بدلهم، ده كمان لما شعور الكراهيه اجينست هيم. النمره الاخيره كمان ان الوايف اوف كينج تشارلز ذا فيرست الملكه بقى كانت اصلا كاثوليكيه. She was a Catholic French woman ولما اتجوزها تشارلز فيرست تقدري تقولي ان هي كنترول اون انجلاند بيكيف جريت، خلاص هي سيطرت على الوضع في انجلترا. تشارلز فيرست كان بالنسبه لها ضعيف الشخصيه جدا. And she زي ما بنقول abolished محت خالص البرسكيوشن الاضطهاد against the Catholic people in England. وبالتالي زي تقدر تقول ايه روز ذا هيدز، خلاص بقى هم يقدروا يتكلموا ويروحوا وييجوا وياخدوا بوزيشنز. فوضع زي ده بقى في بيرسكيوشن للبروتستانت، وبقى في عوده تاني للكاثوليك بيبول، وبقى في هروب للبيوريتانز اللي كانوا متحكمين الى حد كبير في الكنيسه وفي الاوضاع. خلى الاوضاع في انجلترا كلها انها تغلي مره تانية زي ما احنا بنقول، and accelerated سرعت الخطوه to the civil war للحرب الاهليه اكتر اللي هم الكاثوليك والبروتستانت، ويبتدوا يحاكموا ويشنقوا كل اعوان الملك. and he was sentenced to death Archbishop Lud اتحكم عليه بحكم الاعدام، and he was executed on in 1645 in the tower. فاكرين التاور اللي بقول لكم عليها؟ القلعه
يبقى أعدم في القلعة 1645، يعني قرب نهاية الحرب اللي هي السيفل وور، الحرب الأهلية الأولى. ولسه هنشوف أصل الحرب، أنا مخليها السيفل وور دي ناخدها في ليسون لوحده، إنما خلينا بس مع الشخصيات اللي كانت مهمة بعد باكنجهام. فدي كانت نهاية أرشبيشوب لود، وانتهى بالإكسكيوشن زي ما هيحصل لكينج تشارلز الفيرست بعد شوية. سكند بيرسون افتر أرشبيشوب، أو في نهايات حكم أرشبيشوب تقدر تقولي كان موجود معاه، كان اسمه توماس وينت وورث. توماس وينت وورث. اوكي، توماس وينت وورث اللي هو اتعين بعد شويه ايرل اوف سترافورد. ايرل اوف سترافورد. بعد شويه اتعين ايرل، انت عارفه طبعا رتبه الايرل رتبه انجليزيه بس اقل طبعا من الدكتور. Earl of Stratford. He was born on 13 April 1593. And died on 12 مايو 1641. وهنشوف نهايته كانت ايه هو كمان توماس وينت وورث. اولا توماس وينت وورث he was one of the parliaments, man of parliament, and he wrote or he helped the other parliamenters in order to write the petition of right. لسه قايلين لهم ان هو كان معاهم. But he spent the rest of his life in order to destroy these or this petition of right عشان يقدر ويحطهم. الحقيقه هو كتبهم معاهم، انما في الحقيقه هو قضى بقيه حياته كلها in order to help King Charles I in his autocratic rule في حكم الاستبدادي and to destroy to abolish the petition of right. ازاي؟ اول حاجه نعرفها عن توماس وينت وورث، احنا قلنا ان هو he was one of the house of commons، احد رجال الهاوس اوف كومنز، وكان في البرلمان وعضو ناشط جدا في البرلمان. But also he hated Buckingham، كان هو نفسه كده كاره Buckingham وكاره السياسه الخاطئه اللي كان بيشتغل بيها Buckingham. فكان يعني عنده نوع من الطموح تقدر تقولي حد ambitious لدرجة ان هو to be a statesman ويبقى في الصفوف الاولى. After that الحقيقة اتحقق له الحلم ده step by step، خطوة بخطوة. عينه لما تشارلز فيرست لقى his loyalty ولاقه ليه وان هو بيسعى معاه عشان يحكم القبضة الاوتوكراتيك بتاعته الاوتوكراتيك رول، راح معينه اول حاجه ان هو بريزيدنت اوف ذا كونسل اوف ذا نورث. اول لقب خده بريزيدنت اوف ذا كاونت بعد البرلمان بقى. عارفه الشمال؟ الشمال اللي انت رايحه كده بقى على اسكتلندا. اوكي؟ اسكتلندا. President of the Council of the North. الكلام ده كان في 1628 28. فضل President of the Council of the North.